أبو ربيعة أو كما كان يكنى بالزعتر هو ذاته محمد ثاني أكبر الذكور في عائلته المكونة من 11 فرداً. لم يعلم للمرة الثانية أن هذا المسير المهيب والحناجر الصادحة تقوده نحو الوداع الأخير، حيث الزغاريد صدحت بين جدران زقاق مخيم تول كرم مسقط الرأس ونشأت الذكريات. شاب فقير وعاش فقير والحمد لله رب العالمين نال الشهادة، الله يرضى عليه الله يرضى عليه الله يرضى عليه. محمد شاب مسكين وفقراوي، لا إله ولا عليه، ملتي من الدار لشغله ومن الشغل للدار، ومسكين كتير وكل العالم بتحبه وعارفينه وعارفين مين هو أبو ربيع كل العالم. آخر مرة أنا شفته أنا عن نفسي أول مبارح، لأنه قبل فترة إجا من الأردن، أول مبارح شفته، مبارح أمي شافته وبعديها إجانا خبر. فجراً وخلال مواجهات عنيفة في تول كرم شمال الضفة الغربية، لم يكن الشاب محمد حبالي 22 عاماً يعلم أن الاحتلال وسلبة الحياة من القناصة الإسرائيليين يتربصون له، إذ أن رصاصة واحدة أصدرت حكماً جائراً فأعدمته بدم بارد، كما أظهرت كاميرات المراقبة للحظة إصابته. وصلنا الشهيد تقريباً الساعة 3 إلا ربع في المستشفى بإصابة مباشرة في الرأس بعيار ناري، كان في عندنا مدخل ما كان في عندنا مخرج. الشهيد كان في حالة حرجة جداً رغم كل يعني محاولاتنا لإنقاذه، لكن جميعها باءت بالفشل وأعلنت وفاته يعني مباشرة بعد وصوله للمستشفى، رغم أنه يعني حاولنا إحنا صراحة، بس كان إصابته كانت يعني حسب الصورة الطبقية أنها كانت مدمرة للدماغ، يعني بشكل ما كان يعني في إمكانية لإنقاذ حياته صراحة. وخلال مسيرة التشيع الحاشدة التي انطلقت من مسجد السلام بمخيم تول كرم نحو مقبرة الشهداء بضاحية ذنابة، برزت شمائل محمد البسيط الفقير، فمن كل حدب وصوب وباختلاف الأطر الرسمية والجماهيرية كان الجميع يستذكر ما ترك الزعتر من نسائم بين الأحياء. نحن شاهدنا الكاميرات التي بثت من خلالكم صباح اليوم أن هذا الشاب لم يشكل أي خطر وكان يسير بشكل طبيعي ذاهب إلى لقمة عيشه في ساعات الفجر، تم استهدافه برصاصة مباشرة في الرأس. فبالتالي من هنا وعبر محطتكم نناشد كل جمعيات حقوق الإنسان، جمعيات الحقوقيين في هذا العالم وفي الوطنين، أن يهبوا هنا لهذه المحافظة لبيت هذا الشاب لتسليط الضوء على ما يجري في هذه المحافظة. ومنذ أكثر من نحو شهر تتعرض مدينة تول كرم وضواحيها لهجمة إسرائيلية شرسة تعكس الهوس الأمني الإسرائيلي، ويندرج في تفاصيلها الاعتقال والتخريب والمطاردة، ناهيك عن المداهمات والحواجز الطيارة. هنا في مقبرة الشهداء يؤكد الفلسطينيون أن محمد أو الزعتر بما أحببت مدينة تول كرم بمناداته ليس رقما عابرا في قائمة الشهداء، بل حقا لازالت تدفع فاتورته الدماء والحرية. لتلفزيون الفجر الجديد، خالد بدير.